الثامنة بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشر. تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول وزير المالية يشرف على تنصيب ورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية تفعيلا لاقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا. ممثلا لرئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يستقبل بأديس أبيبا من قبل رئيسة جمهورية إثيوبيا والرئيس السنغالي، وتأكيد على إرادة الجزائر لتعزيز التنسيق والتشاور مع القادة الأفارقة. في اليوم العالمي للمعلم ووقفة عرفان وتبجيل لمجهودات المعلمين والأساتذة ودورهم النبيل في تربية النشء من بنات وأبناء الوطن. أشغال توسعة مترو الجزائر متواصلة بوتيرة متسارعة لتبلغ محطة المركز التجاري لباب الزوار، وخدمة جديدة للنقل المشترك بين القطار والحافلات استجابة لرفع الضغط المتزايد عن النقل داخل الأقطاب الحضرية الجديدة. بعد التراجع المسجل في منسوب مياه سد كودية تسردون بالبويرة، أبار ارتوازية تدخل حيز الخدمة لضمان تزويد السكان بالماء الشروب. وبتيباز انطلاق أشغال ربط سد كف الدير بشبكة القنوات تحسبا لمباشرة التوزيع. المنتخب الوطني لكرة القدم يخوض أولى حصصه التدريبية تحضيرا لمواجهتي منتخب النيجر ذهابا وإيابا لحساب تصفية كأس العالم 2022. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انتقل اليوم إلى رحمة الله شيخ الزاوية البو عبدلية المجاهد عياض البو عبدلي ببطيوة بوهران عن عمر ناهز 99 سنة. وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة فضيلة الفقيد الشيخ عياض البو عبدلي. جاء فيها ارتقى إلى سماوات الرحمات والقبول بروحه الطاهرة شيخنا الفاضل عياض البو عبدلي وريث زاوية الشيخ سيدي أبي عبد الله البو عبدلي وحافظ مسيرتها القيم على شؤونها. وإنه لا يسعنا ونحن نودع معكم الفقيد طيب الله ثراه إلا أن نشاطركم بخشوع هذه اللحظات الأليمة، وعزاؤنا أن كان شيخنا الفاضل واحدا من أولئك الرجال الكبار والشيوخ الأجلاء وطنيا خالصا أدى ما عليه مجاهدا وإماما مؤتمنا وناصحا صدوقا، جزاه الله على ما قدم وأجزل عليه من الثواب العظيم. جثمان الفقيد يوارى أثرى غدا بعد الظهر بالمقبرة العائلية بالزاوية البو عبدلية ببطيوة. إن لله وإنا إليه راجعون. قام الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم بتنصيب ورشة مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية، وقد جرت مراسم التنصيب التي أقيمت بقصر الحكومة بحضور الوزراء المكلفين بالداخلية والفلاحة والسكن والاتصال والأشغال العمومية والنقل وكذا البيئة. وتتشكل ورشة مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلمان وولاة وكذا ممثلون عن الدوائر الوزارية المعنية. وقد حرص الوزير الأول على التذكير خلال هذه المراسم بأن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تأتي تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أزدها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي.
كما شدد على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا. كما أشار إلى أن أشغال هذه الورشات التي سيشرف عليها قطاع الداخلية ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية، علما أنه ينبغي إتمام أشغال هذه الورشات قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال. في التعاون وعلى هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة، استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة من قبل رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلي وورك زودي، حيث نقل لها التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا تهانيه الحارة بمناسبة تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة. بدورها أعربت الرئيسة سهلي وورك زوردي عن تقديرها للمشاركة المتميزة للجزائر في مراسم تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة، مجددة تمسك بلادنا بالشراكة الاستراتيجية مع الجزائر وتطلعها لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية. اللقاء شكل فرصة لاستعراض مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وأفاق تجاوز التحديات التي تواجه السلم والأمن والاستقرار، وكذا أهم القضايا الراهنة المطروحة على المستوى القاري. كما استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من قبل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، حيث نقل له تحيات أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. اللقاء شكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أهم الملفات المطروحة على المستوى القاري وآفاق ترقية العمل الإفريقي المشترك، تحسبا لتولي الرئيس ماكي سال خلال العام مقبل رئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. كان لي الشرف الكبير للقاء الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تجمعني به علاقات صداقة واحترام. لقد تطرقنا إلى مستجدات الساحة الإفريقية والعالمية. العلاقات الجزائرية السنغالية جد ممتازة وتستدعي المزيد من التطور والتعاون الثنائي في ميادين عدة. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلفني بنقل تحياته الأخوية إلى أخيه الرئيس السنغالي ماكي سال. نتطلع إلى لقاءات ثنائية جديدة بين البلدين. تطرقنا أيضا خلال هذا اللقاء إلى التحضير للقمة المقبلة للاتحاد الإفريقي والرئاسة السنغالية في هذه المنظمة القارية. أنا كجزائري مكلف بالعمل لصالح الإفريقي والمواعيد الإفريقية في العلاقات الدولية لمتابعة عديد الملفات وبناء وتطور القارة ومكانة إفريقيا في الأمم المتحدة. اتفاق كبير في وجهات النظر حول عديد الملفات الإفريقية يجمعنا بالرئيس السنغالي على رأس الاتحاد الإفريقي، ومواعيد عديدة مبرمجة على مدار السنة لخدمة إفريقيا. هذا وكان للجزائر حضور مميز ونشاط دبلوماسي مكثف في فعاليات تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة، حيث كان للوزير العمامرة فرصة التفاعل مع عدة رؤساء دول إفريقية مشاركة، نقل خلالها التحيات الأخوية لسيد رئيس الجمهورية إلى نظرائه، وتحدث معهم حول العلاقات الثنائية وأهم مستجدات الأوضاع على الساحة القارية. وكان من بين هؤلاء رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية محمد بوخاري، رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية أوغندا أورو موسيفني، رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبد الله فرماجو. كما التقى العمامرة الممثل السامي للاتحاد الإفريقي المكلف بمنطقة القرن الإفريقي رئيس نيجيريا الأسبق أولوسينجوي أوباسانجو، حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الإفريقي وأفاق إنهاء الأزمات السائدة بها.
وفي هذا الإطار أعرب الرئيس أوباسانجو عن تقديره للمساهمة القيمة التي تقدمها الجزائر من أجل توفير المناخ السياسي وجو الثقة الذي من شأنه تمكين الأطراف المعنية بأزمة سد النهضة من تجاوز الصعوبات الحالية وتغليب منطق الحوار والتعاون والمصلحة المشتركة، يضيف بيان وزارة الخارجية. فضلا عن ذلك، التقى العمامرة نائب الوزير الأول ووزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين وتبادل معه الرؤى حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأخيرا كان العمامرة له لقاء مع وركنا جيبيهو الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا، تخللته مشاورات حول أهم القضايا في هذه المنطقة. متابعة لمدى التكفل بمختلف الملفات ذات الصلة المباشرة بيومية المواطن، ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود اليوم الاجتماع التنسيقي الدوري مع الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في المستهل تم تناول متابعة التعليمات المسداة من قبل السيد رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة فيما يخص تشجيع الاستثمار وخلق الثروة والشغل على المستوى المحلي من خلال استقبال المستثمرين والإصغاء لانشغالاتهم ومرافقتهم الفعلية لتجسيد مشاريعهم، وكذا منح كل التسهيلات والدعم للمؤسسات الصغيرة والشباب حاملي المشاريع وإدماجهم ضمن مناطق النشاطات المصغرة المنشأة لهذا الغرض عبر جميع ولايات الوطن. وفي هذا السياق، سمح الاجتماع بالتذكير بأولويات اتخاذ تدابير عملية عاجلة لتحسين ظروف التمدرس، سيما من خلال التكفل بالإطعام والنقل المدرسي والتدفئة، مع العمل على الاستدراك العاجل لأي نقائص ممكنة، كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود قصد استكمال كل البرامج المسجلة لفائدة مناطق الظل قبل نهاية السنة. وبخصوص متابعة الوضعية الوبائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا كوفيد-19، ركز الوزير على إلاء بالغ العناية لرفع وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، سيما بتشجيع نقاط التلقيح على المستوى الجواري مع الإبقاء على مستوى عال من اليقظة للحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية. وبهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن، تم إسداء التعليمات القاضية بضرورة المحافظة على نظافة المحيط بصفة مستمرة وتكثيف العمليات الميدانية ذات الصلة بالتنسيق مع مختلف المصالح المحلية، مع مواصلة تنفيذ التدابير الوقائية تحسبا لدخول موسمي الخريف وكذا الشتاء. وتجسيدا للمشاريع الكبرى في مجال المنشآت الحيوية وتيرة متسارعة، يعرفها مشروع توسعة خطوط مترو الجزائر ببلوغه اليوم محطة المركز التجاري لباب الزوار. التغطية لوهيب هوام وتقرير سونيا غاسي. الحفر العملاقة هذه تخرج أخيرا أمام المركز التجاري لباب الزوار ضمن مشروع توسعة خطوط مترو الجزائر في استراتيجية عكفت عليها الدولة من خلال شركاتها الوطنية المكلفة بالإنجاز. 9.5 كيلومترات هي مسافة الخط الذي سيربط الحراش بمطار الجزائر الدولي. 2300 عامل تقدم تاع المشروع راه 78%، وحنا بشركة كوسيدا نكملوا هذا المشروع او بلوتار ديسمبر 2023. الاشغال فيها جد متقدمه بحيث تتعدى 70% تاع لي طرافو دو جيني سيفيل. المشروع ينجز من طرف شركات جزائريه، وهذا كنا رفعنا التحدي منذ سنين، والحمد لله اليوم وصلنا وين عندنا طاقات جزائرية، كفاءات جزائرية تشرف على إنجاز مشروع كبير كمشروع مترو الجزائر. مشاريع التوسعة لخطوط مترو الجزائر سترافقها متابعة إدارية طيلة فترة الإنجاز. سوف تكون هناك متابعة لهذه المشاريع، وكنت وعدتهم يعني بالجوانب الإدارية سوف لا نقصر من أجل مرافقة هذه الشركة باش يتفكوا من هذا الضغط على مستوى الجهة الشرقية للعاصمة.
هذا وتم إطلاق خدمة جديدة للنقل المشترك بين القطارات والحافلات والمترو استجابة لرفع الضغط المتزايد عن النقل في الأقطاب الحضرية الجديدة. في تنمية دائما وتداركا للأثار السلبية الناجمة عن انخفاض منسوب مياه سد كدية السردون الذي يمون عدة ولايات بالمياه الصالحة للشرب، إجراءات وتدابير استعجالية تم اتخاذها منها حفر آبار ارتوازية. المزيد مع حفصة غاني. هكذا يبدو سد كدية السردون، ثاني أكبر سد بالجزائر. شح الأمطار والجفاف خلف هذه الحالة، انخفاض منسوب المياه بالسد الى ادنى المستويات. صافي براتيكومون 3 اللي راه ما كانش يعني الشتاء قويه باش يتعمر، رانا نستالو يعني كيما يقولوا الماكسيموم، رانا في الفوليوم مور، رانا نستالوه بالطريقه اللي شفتوها هنا، هي يعني عباره عن دي بومب ان ستاسيون ان بارج، دونك راهي تضخ يعني الماء المتبقي في السد. وفي مثل هكذا وضع حلول بديلة وجهود حثيثة وضعتها الجهات الوصية لضمان تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وبشكل منتظم. قامت الدولة الجزائرية بعدة مشاريع من بينهم إعادة تأهيل 21 بئر كانوا حابسين، كما تشوفوا كما هذا ولا حيز الخدمة، هذا يمول مدينة الخضرية، وحفر حوالي 20 أبار، هذه تؤدي إلى تحسين برنامج التوزيع لولاية البويرة. هذه الجهود رافقها حضور المجتمع المدني لتأهيل الأبار القديمة. بادرنا ورسلنا السلطات العمومية باش يديماريو لنا هذو لي فوراج اللي هنا في الإخضارية، لانه كان منسوب تاع البراج كان هبط، كنا راسلناهم والحمد لله راه كاين تحرك من طرف الاداره. امام هذا الواقع اضحى ترشيد استعمال المياه اكثر من ضروره للحفاظ على هذه الثروه. بدورها تم بولاية المدية تصدير مخطط استعجالي لتوفير الماء الشروب من خلال حفر الأبار واستغلال جميع مقدرات الولاية. محمد أمين بوتومي ومزيدة. كإجراء استعجالي شرعت هذه الوحدة التابعة لكوسيدار في حفر مناقب مائية ببلدية البرواقية، البلدية التي تأثرت بفعل انخفاض منسوب مياه سد كدية السردون. احنا جينا هنا بور انترفونير بروغرام ديرجونس هذا تاع لي فوراج، لي دي فوراج او نيفو دو مديا، عندنا تروا بوي هنايا في المديا، بدايه انطلاق الاشغال ان شاء الله نكونوا في الوقت المحدد، ان شاء الله نسلموا المشروع هذا في اقرب وقت ان شاء الله. هذا الابار اللي هم يخدموا فيه تجيب وتقوم برواقيه، باسكو علاه عندنا الابار اللي راه تخدم في عين عمران، كون نزيدوا واحد في هذيك لالين يقوم لنا الديانسي سوركسيد وسط البلاد كذا، نزيدوا هذو منا يقوموا هذو بريمي نوفمبر مع الزوج هذو مع هذو، الماء يولي ما يروحش اش 24 في برواقيه. هذا من البكري كان يسربي هنا في القريه، هاك فاهم؟ ويا خويا الله يرضى عليهم هذو الخدامه اللي جاو. وبإقليم الولايه بدأت عمليه انجاز واعاده تأهيل حوالي 90 منقبا مائيا لتغطيه احتياجات 64 بلديه. تم تسجيل عمليات في هذا الإطار، منها إعادة الاعتبار ل 19 منقب عبر الولاية واقتناء 45 مضخة احتياطية، كذلك تم تسجيل أو الانطلاق في مشروع إنجاز 15 منقب عبر الولاية، وهذا لضمان تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب، كذلك 6 آبار بحقل البيرين وهذا لتزويد المنطقة الجنوبية بما فيها بلدية قصر البخاري والمدينة الجديدة لبوكزول. ولاستغلال جميع مصادر المياه بالمدية بدأت أشغال إنجاز خزانين مائيين في الشمال الغربي للولاية مع ازدواجية القنوات. هذه العملية اللي رايحة تسمح بحشد أو تدعيم
توسيعة محطة المعالجة من 30,000 متر مكعب يوميا إلى 60,000 متر مكعب يوميا، وهذا مشروع مهم جدا لسكنة ولاية المدية وبلدية المدية والبلدية المجاورة. وفي الأفق سيتم إعداد دراسة شاملة للتعويل على مقدرات الولاية المائية، مما سيرفع حصة المواطن هنا من المياه الصالحة للشرب. مشروع سد كف الدير بالداموس بولاية تيبازا من المشاريع الهامة، حيث يمون ثلاث ولايات بالماء الشروب بتكلفة تزيد عن 29 مليار دينار. لذا أولت الدولة أولوية لتجسيد مشروع معالجة وتحويل مياه السد في القريب العاجل. المزيد مع ملك زجولي. ينظر إلى مشروع معالجة وتحويل مياه سد كاف الدير بالداموس بين واقع بدأ تجسيده وبين عراقيل تم القضاء عليها، فيتساءل عن مآل المشروع. البراج معمر بالماء، هنا نجيب كل واحد كما راه يجيب، واحد راه يجيب الطوموبيل تاعه، واحد راه يجيب السيفون قلت لك 3 كيلومتر، واحد الجوار يعني المهم 3-4 راهم يديبينوا بهم، واحد تيو واحد راهم يشربوا منه. مشروع سد كاف الدير من المشاريع المهيكلة في ولاية تيبازا وقيمة إضافية لقطاع الموارد المائية. طاقة استيعابه تقدر بحوالي 125 مليون متر مكعب. الطاقة الحالية تقدر بحوالي 78 مليون متر مكعب. قدرت تكلفة مشروع بناء سد كاف الدير بحوالي 26 مليار دينار. انطلاق مشروع معالجة مياه سد كاف الدير وتحويله من شأنه القضاء على مشكل التزويد بالمياه الشرب بثلاث ولايات وعلى مراحل. ستستفيد ثلث ولايات من هذا المشروع، ولاية تيبازا، ولاية الشلف، وولاية عين دفلة، إضافة إلى أكثر من 58 منطقة ريفية. مشروع التحويل في فرع تيبازا يضم إنجاز محطة لتصفية مياه السد بطاقة يومية تقدر ب 210,000 متر مكعب يوميا، إضافة إلى 13 محطة ضخ و 22 خزان مائي بسعة تقارب 140,000 متر مكعب، إضافة إلى إنجاز 110 كيلومتر قنوات تمتد من سد كاف الدير إلى غاية مدينة سيدي موسى. هذه المشاريع ومشاريع أخرى تؤكد إرادة الدولة والتزامها برفع الغبن على المواطن وتوفير العيش الكريم. احتفلت الجزائر على غرار دول العالم اليوم باليوم العالمي للمعلمين تحت شعار المعلمون في قلب التعافي التعليمي. وبالمناسبة نقف عند العناية التي توليها الجزائر للتعليم وتكوين المعلمين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. من تيسمسيلت نتابع هذا الروبورتاج لملك زاجولي. بنفس الخطوات طيلة ثلاثة عقود دون كلل ولا ملل، تزاول هذه المعلمة الفاضلة مهنتها بحب وإرادة بثانوية الشهيد محمد بنعامة التي تصدرت المرتبة الأولى في نسبة النجاح في شهادة البكالوريا. مهنة نبيلة جدا، شريفة جدا. دأبي كان دائما هو أن أربي. قلت كما قلت هذه المهنة صعبة ولكنها جميلة. المعلم هو مربي وقدوة وأسوة، نتمنى أن نكون نحن في الطليعة، نحن الذين نحمي هذا الوطن، نحميه بمبادئنا، بثوابتنا، بثوابت أمتنا الجزائرية، بثوابت نوفمبر، أن نكون امتدادا لشهدائنا الأبرار، لمعلمينا. والمناسبة للتقدير والعرفان من وزير التربية الوطنية للمعلمين وعائلة ضحايا الجائحة من الأسرة التربوية. فبهذه المناسبة تحية إجلال وإكبار واحترام وتقدير للمعلمين والأساتذة، كلهم يؤدون في واجبهم بكل بطولة بكل اقتدار. الاهتمام بالمعلم والمدرسة أولوية الأولويات في الجزائر الجديدة. وبثانوية باب عروج بالعاصمة، أستاذ مادة التربية الفيزيائية بخبرة تناهز 25 سنة من العطاء والبذل وضعها في تربية الناشئة وتعليمهم البورتري لهشام سعد الدين. متابع الوحدة الأولى
كنيت وهندسة أفراد بعض الأنواع الكيميائية. كان ذلك عنوان درس اليوم، وبلغة الفيزياء هو مهندس بنية أفراد المجتمع وضابط كيميائية الأمة. تعليمي لأبناء الطلبة، التعليم ليس فقط من الكتاب وإنما كتابي، هو حبي لهذه المهنة التي أتشرف بالقيام بها والرسالة أقوم بها لأبناء تعليمهم وإلقائهم للدروس والمعلومات التي سوف تفيدهم في مسارهم الدراسي. قداسة المهنة تجعل منها مسؤولية كبيرة. وأنا خارج من البيت متجها إلى العمل إلى الثانوية التي أدرس بها، أشعر بقداسية المهنة التي أقوم بها، فأنا أمثل التربية والتعليم، فهذا الجيل مستقبلا إن شاء الله سوف يتكون منه الطبيب، سوف يتكون منه المهندس، سوف يتكون منه المسؤول الدولة، فلهذا أشعر بثقل المسؤولية. لا فرح يضاهي ثمرة الغراس بالنسبة له. أنا أتجول في الطريق نصادف طلبة سنوات سابقة، في الحقيقة ما نتعرفش عليهم، هم اللي يقدموا نفسهم لأن سنوات عديدة من العمل، ولما أسألهم على حياتهم اليومية كيف أصبحت الآن، بشحال من واحد يقول لي راني طبيب، واحد يقول لي طبيب أسنان، المهندس، كان حتى مسؤول سامي في الدولة الجزائرية، يعني افتخار كبير. والتقدير أكثر شيء يسعده ويريحه. تقدير المجتمع هو أكثر فعالية، هو ذلك الحافز الذي يدفعني إلى بذل المجهود يوميا. أستاذ المواظبة، أستاذ الانضباط، أستاذ الأناة، وأستاذ الصدق، وأستاذ العمل والجد. أستاذ يقدم لنا نفس الجو والعاطفة اللي نحسوا بها في البيت، لأنه يقرينا بعاطفة الأبوة، يقدم لنا قاوش عنده بكل جهد وبكل حب. ما أشرقت حضارة في التاريخ إلا وكانت من ضياء معلم. كل عام والمعلم بخير. كل عام والمعلم بخير. تحسبا لمحليات 27 نوفمبر القادم، تتواصل عملية التوقيع على استمارات الاكتتاب لفائدة الراغبين في الترشح، سيما العنصر النسوي. علي سليماني. من هنا تنطلق رحلة الراغبين في الترشح لجمع توقيعات المواطنين، فمقتضيات الطموح تجعلهم يقصدون العديد من الأماكن. وهذه الاستمارات راهنا نضموا فيهم تحفظ توقيعات نتاع اللي عنده كارطة على الفوط ومدى به يشارك في الانتخابات، لأنها اللي لصالحكم أنتوما، لصالح كاع المواطنين. فوالا هذه هي. وداد أكدت للمواطنين ضرورة وضع الثقة في المترشحين الجدد. جيت باش نجمع التوقيعات، فوالا، لكن تعاونونا انتم شباب وتبنوا البلاد، لازم نديروا اليد في اليد، لا عقبتي، لازم نعاونوكم. انا مواطنه بسيطه، وانا لاول مره دخلت الانتخابات، ومدى بيا وباذن الله تكونوا انتم اللي حتعاونوني باش انا نوصل، باش هكذا نقدر نوصل كاع انشغالاتكم. هي مثال للشباب العازم على التغيير، معتبرة أن تحقيق تطلعات المواطن من بين الأولويات الراهنة. ومن برج بوعريريج تتجلى عزيمة الشباب في خوض غمار تسيير الشأن المحلي. رضا برمسين. بعد سنوات قضاها موظفا ببلدية اليشير، الشاب إدريس مسعودي يخطو خطوة أخرى في الإعداد لقائمة تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة. بداية الترشح نتاعي هي كانت عبارة عن مشاورات مع شباب من خيرة شباب بلدية اليشير والمجتمع المدني. بعد المشاورات لمينا بعضنا وارتأينا أن نكونوا في الصورة. ليس وحده إدريس، وعلى منواله وبنفس العزيمة يرى شباب اليشير فيه أملا، فسارع بعضهم للتسجيل ضمن القوائم الانتخابية. كي سمعت إدريس راح يترشح رحت سجلت تسجيل وبنتخب عليه. أنا أول مرة راح ننتخب،
على باسكو جيت واحد جاري انسان معروف وانسان محبوب هنايا في اليشير. هي قائمه شبانيه وفيها كفاءات يعني ما شاء الله، يعني نقدروا نتكلوا عليهم باه ينميوا البلديه تاعنا بلديه يشير، وان شاء الله احنا عندنا ثقه فيهم. رحلة الألف ميل بدأها إدريس ومجموعته بخطوة الواثق، تجميع الاستمارات وتقديمها للجنة الإدارية للانتخابات. عسى القادم يحمل بين طياته كل الفرح لإدريس وساكنة اليشير. استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم إلى عرض حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 قدمه وزير الصناعة أحمد زغدار نيابة عن وزير المالية. وزغدار أوضح أن أبرز التغييرات المستحدثة مقارنة بالتأطير الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية الأولي لسنة 2021 تخص مجامع الاقتصاد الكلي، كما تضمن النص جملة من التدابير التسهيلية لفائدة الاستثمار وتدابير لفائدة قطاع الصحة وأخرى تبسيطية لفائدة بعض النشاطات الاقتصادية، إلى جانب تحفيزات جبائية موجهة لفائدة منتجات التمويل الإسلامي. صح الآن حيث سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات رحمهم الله، فيما تمثل 96 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. في سياق العمليات التضامنية مع المتضررين من الحرائق الأخيرة، قامت جمعية اقرأ لمحو الأمية بالتنسيق مع متعامل الهاتف المحمول أوريدو بولاية تيزي وزو بتوزيع أدوات ولوازم مدرسية. قد جوابه. الحملات التضامنية للبلديات المتضررة من الحرائق السابقة بتيزي وزو متواصلة، وكانت هذه المرة لتلاميذ المدارس. أكون دني نعطيكم صحة في نكاجين دبويمة في لقد شاقيث خم. نشكر جمعية الإقراء على توزيع محافظ. يعطيكم صحة إلى لقد شاقيث خم مدين إرهال. أو فانا ويضا كل خم نكاجي أمكا خم كنوي. أو فانا تخدم لكم كاجي ليز أسوسياسيون نظر وكاذي تاول نكاجي. العملية التي بادرت بها جمعية اقرأ لمحو الأمية مست أيضا ولايات أخرى. تمت الانطلاقة من ولاية بليدة، أين تم توزيع تقريبا عدة ولايات من بين عين دفلة، عندنا تيبازا، عندنا البليدة، عندنا المدينة، عندنا بومرداس، عندنا جيجل. اليوم إن شاء الله رانا في ولاية تيزي وزو، أين يتم توزيع بعض المحافظ المدرسية على يعني تلاميذ هذه المنطقة. فرحة تلاميذ مدارس بلدية تودرت بوسيف اكتملت بالفرجة والمتعة مع البهلواني. دوليا، قرر القضاء الإسباني أمس حفظ الملف القضائي لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي في الأرشيف فيما يتعلق بالاتهامات المتعلقة له والتي تقف وراءها أجهزة مغربية بسبب عدم وجود أدلة وتناقض روايات شهود حسب ما تداولته تقارير إعلامية محلية. وقالت مستشارة الرئيس الصحراوي في هذا الإطار إن القضاء الإسباني رفض كل الاتهامات الموجهة للرئيس غالي لأنها تتنافى مع الواقع، كما أن الجهات المدعية التي جندها نظام المخزن لم تقدم أي دليل على هذه الادعاءات الباطلة. في ليبيا، صادق أمس مجلس النواب الليبي على قانون الانتخابات التشريعية المقررة في 24 ديسمبر. جاء ذلك بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية. وفي سياق متصل، أعرب رئيس أركان القوات البرية عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لواء جابرييل عن تفاؤله إزاء تنفيذ خطة الترحيل التدريجي لجميع عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا على اختلاف جنسياتهم في أقرب وقت ممكن. شاء
شهدت اليوم أسعار النفط ارتفاعا محسوسا، حيث ارتفع سعر النفط خام القياس العالمي برينت لتسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.58% ليصل إلى $81.73 للبرميل بسوق لندن الدولية. زيادة تأتي عقب الإعلان عن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها أوبيك بلس أمس مواصلة تطبيق قرار الدولة 19 لاجتماعهم الوزاري القاضي برفع الإنتاج ب400,000 برميل يوميا ابتداء من أود خلال نوفمبر المقبل. وفي الرياضة، يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته لمواجهتي منتخب النيجر ذهابا وإيابا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفية كأس العالم بقطر. أنيس مزيان. في أجواء تعودت عليها التشكيلة الوطنية، أجرى المنتخب الوطني حصة تحضيرية تحسبا لمباراة النيجر، وتميزت بحضور أسماء جديدة على غرار إيلان قبال ومحمد أمين عمورة لتعويض أدم الناس المصاب. هي مجموعة تعيش جيدا، لقد وضعوني في ظروف جيدة وأنا سعيد بتواجدي هنا. أي جوار يتمنى هذا الاستدعاء وإحنا كنا خدموا له، وان شاء الله لا فيكتوار ان شاء الله الماتش هذا باسكو سي ماتش دي با فاسيل ان شاء الله لا فيكتوار. بقيه الاسماء ستلتحق تباعا بالمعسكر التحضيري، ويتعلق الامر بسفيان فيغولي ورامي بن سبعيني قبل ان يدخل المنتخب الوطني في اجواء التركيز العالي لضمان تحضير جيد لمباراه هامه في تصفيات المونديال. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. نهاية النشرة وتابعتم فيها. شيخ الزاوية البوعبدلية المجاهد عياض البوعبدلي في ذمة الله، ورئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد ويشيد بنضاله الوطني. تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول وزير المالية يشرف على تنصيب ورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية تفعيلا لاقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا. ممثلا لرئيس الجمهورية، وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يستقبل بأديس أبيبا من قبل رئيسة جمهورية إثيوبيا والرئيس السنغالي، وتأكيد على إرادة الجزائر لتعزيز التنسيق والتشاور مع القادة الأفارقة. اليوم العالمي للمعلم، وقفة عرفان وتبجيل لمجهودات المعلمين والأساتذة ودورهم النبيل في تربية النشء من بنات وأبناء الوطن. أشغال توسعة مترو الجزائر متواصلة بوتيرة متسارعة لتبلغ محطة المركز التجاري لباب الزوار، وخدمة جديدة للنقل المشترك بين القطار والحافلات استجابة لرفع الضغط المتزايد عن النقل داخل الأقطاب الحضارية الجديدة. بعد التراجع المسجل في منسوب مياه سد كودية سردون بالبويرة، أبار ارتوازية تدخل حيز الخدمة لضمان تزويد السكان بالماء الشروب. وبيتي بازا، انطلاق أشغال ربط سد كف الدير بشبكة القنوات تحسبا لمباشرة التوزيع. المنتخب الوطني لكرة القدم يخوض أولى حصصه التدريبية تحضيرا لمواجهتي منتخب النيجر ذهابا وإيابا لحساب تصفيات كأس العالم 2022. شكرا لكم على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.